يا صاحب الذكرى إليك تحيتي، وعليك يا خير الوجود ثنائي. يزهو القصيد بذكركم يا سيدي، فمقامكم يعلو على الإطراء. أهدي إليك قصيدتي فلعلني يوم اللقاء أنجو بذا الإهداء. من وحي سيرتكم أتت أبياتها، والعذر إن لم أستطع إيفائي. أرجو شفاعتكم إذا اجتمع الورى، أرجو رضاكم يا أبا الزهراء. نور على نور مديح محمد حقا برغم الأعين العمياء. للعالمين أتيت أحمد رحمة، وأراك للكفار سيف فناء. في السلم خير مسالم يا سيدي، والفارس المغوار في الهيجاء. يا ويح أرباب الجهالة أقبلوا، وقلوبهم كالصخرة الصماء. جاءوا لعم المصطفى وحبيبه، وتكلموا في غلظة وجفاء. قالوا له: ابن أخيك فرق بيننا، بل عاب دين القوم والآباء. ومضى يقول بأنه يوحى له، مع أنه كبقية الشعراء. إن كان بيأتيه ما جاءه منا أطباء بخير دواء، أو كان يبغي المال جئناكم به حتى يضيق بذلك الإسراء. وهنا يقول المصطفى بثباته: يا أرحم الآباء، يا أرحم الآباء. والله يا عماه، لو وضعوا هنا شمسا أو البدر المنير إسائي، ما كنت أترك ما أمرت بفعله حتى أتممه ولو بفنائي. ويموت عم المصطفى وحبيبه. يا موت، يا موت، يا موت، هلا جئت في إبقائي؟ والزوج فارقت الحياة لربها، فبقيت تبكيها أحر بكاء. وظللت تذكرها بخير دائما، وحبوتها في العمر خير وفاء. وهذا بلال، هذا بلال قد ابتلي بأمية، قد عاش منه العمر في بلواء. يأتي بصخر فوق صدر طاهر، ويجره جرا على الرمداء. وإذا العذاب اشتد زاد صلابة، أحد يقول بلال للأعداء. أحد، 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 هذا نشيد خالد قد هز أرضي بل وهز سمائي. ويجيء أمر أن تهاجر سيدي، من عند ربك أرحم الرحماء. وتجمع القوم اللئام ببابكم، باللاتي قد حلفوا وبالآباء. لا ينجون محمد من بيننا، أو أننا نمحى من الغبراء. شاهت وجوه القوم يا خير الورى، ومضيت أنت بعزة ومضائي.